وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل. قديش عدد، اول شيء اعرفك عن نفسي، انا هادي من سوريا من الطائفه العلويه النصيريه. قديش عدد المهتدين على حضرتك؟ المهتدين كام دلوقتي؟ 1347. زيدهم اثنين. اثنين؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء زيدهم الله اثنين. ما شاء الله. وانا ووالدي، انا ووالدي. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. نتشكرك كثير على اللايفات. طبعا انا سبب، يعني ما بعرف حضرتك بتعرف شوي عن موضوع الطائفه عنا، ولكن انا في ايه قرانيه صراحه، طبعا بعد ما تبعت حضرتك، يعني يمكن نحن، انت عندك نسبه مشاهده كثير كبيره بسوريا، ولكن انا في، خليني اقول لك اياها بسبب اوضح، انا في ايه والله خلتني شوي، او هي اللي حركت فيني، يعني ما بيقولوا نعم. الهدايه وكل شيء هذا، وحتى حافظها، يمكن اكثر ايه حفظتها بظن لحد هلا، اذا بتحب اقري لك اياها ما في مشكله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ايوه لهلا هي بناموا في وبقعد اقري براسي. فنحن كيف عم نقري ناس، عم ندعي لناس ماتت، ما كنت افهم لهاللحظه، ما كنت افهم. أي والله صحيح. وبعدين وشكرا الله عز لله وجل والله. أنزل، الله عز وجل أنزل التوحيد، أنزل التوحيد وآيات التوحيد، عشان لما نيجي ندعو غيره، طب يبقى فين التوحيد هنا؟ طبعا انت بعدين رب العالمين بيقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئكم مثل خبير. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وثبتك الله. بتمنى تزيد الاعداد، وشكرا لكم جزيلا. ابشر ان شاء الله، محمد عزود اثنين. الله اكبر، الله اكبر.